عالسلامة، نرجع إذا للمباراة ما بين الفي بي والان في اس. سوري فور بينج ليت، يعني اغتنمت الفرصة وحاولت أني أنقذ، ما هي لا حاجة عادية. استايت ما بين المباريات والبوز نتاع 30 دقيقة حازمك نشوف، ما كفتنيش، يعني كنت مستحق دقيقتين أخرى باش نكون مستعد لتعليق المباراة ونرجع معاكم. معرفش إذا كان أحمد متواجد معنا حاليا، لا مازال مش موجود على تيم سبيك. إذا باش نكون الهانس نتاعكم على والمعلق على والمحلل كذلك على مستوى المباراة الحالية ما بين الفي بي والأندياس. إذا يلا انطلاق جان راوند، ذهبت لصالح الفي بي، لعب على مستوى كاش من الفريق البولوني باش يحاول روسي بلاعبيه البولون، يحاول انه يتفادى بطبيعه الحال اعاده السيناريو اللي كانوا عاشوه امام الفريق نتاع استراليس على مستوى اوفر باس. كما قاعدين نلاحظوا الان في اس فريق كبير عانى كثيرا في الايام القليله الاخيره على مستوى مردوده على مستوى النتائج، وبطبيعه الحال ما تفوقش على اغلبيه منافسيه ان بي كي لوني ديجو باشا بيسبس. مره اخرى بعد انتصار الفي بي في الجان راوند يتمكن المنافس نتاع الفي بي في انه يلقى ثغرات يتسلط فيها القوة نتاعو بطبيعة الحال النجعة نتاعو، محاولة نتاع خروج من عند تاس تغطية موجودة بطبيعة الحال عند سناكس يتمكن من ايجاد ضغط حاليا على مستوى البوم سايت اي تم فتحه من دون اي اشكال، ثلاثة لاعبين فقط على قيد الحياة من الان في اس. فلانكينج من عند سناكس يمكنه البيك اب على ابيكس، سقوط الكيو شيم على يدين نيو، ما يبقى الا كانياس على قيد الحياة 5-7 يحاول يبحث على الهيد شوت على منافسه نيو اللي قاعد يقفز على مستوى الانتي بوست. مرور الكانياس اللي ممكن باش يحاول يسيف الماك 10 اللي يتمكن من انقاذه حاليا من ما تبقى من باشا بيسس. محاولة متاع تريد وسناكس يفشل، اعتذر كانياس يفشل في ايجاد الدمج الكافي على سناكس، واثنين لصفر لصالح الفي بي حاليا. ان في اس في مأزق كبير، وبطبيعة الحال المباراة ما باش تنطلق حقيقة الا في الراوند القادم بعد ما ان في اس يتمكنوا من ايجاد فول باي امام يعني منافسيهم من الفي بي. ثلاثة بي 250s 2 يو اس بيز على يدين في هابي وكيوشيما ينطلق الراوند. بطبيعة الحال ما نجموش نعطوا امال كبيرة بالفي بي اللي من بالانفياس اعتذر في الراوند الحالي صراحة من غير لا كفر ولا هيلمت باش يعانيو من ريكويل نتاع صحة الفي بي مبدئيا، ومهمش يلقاو الفاير باور الكافية اللي باش تخلصهم من لاعبين الفي بي والفاير ريت كذلك. هذا شكي إلى حد الآن وإيماني إلى حد الآن، ومداخلة نتاع الفي بي حاليا أجريسيف للغاية على مستوى البومب سايت أي شبه مستحيل على لاعبين الانفياس من أنهم يقوموا بردعهم نيو يلقى روحهم فور هيت بوينتس. لكن سوء حظ بطبيعة الحال لاعبين الان في اس التطويق تم على البوم سايت اي لمحل الدمج كبير للغايه على لاعبين الفي بي اللي يخسروا حاليا لاعب تاس اللي يتخلص منه لاعب كيوشيما. كانياس بهيد شوت خارق العاده يلقى الهيد شوت على سناكس 2 ضد 3 كانياس يلقى اكي، ولهنا ممكن وممكن ان السحر ينقلب على الساحر. كانياس في محاوله البحث على المراكز نتاع منافسي كيف ما نلاحظوا لاعبين اليوم نيو وباشا بيسبس على مستوى المين. اوه ممتاز الهيد شوت من بيالي ما تخليش كانياس يستنى، وان في اس يخسر راوند ثالث يذهب لمصلحه الفي بي. لا محاله الحركيه والابروتش نتاع لاعبين الان في اس على مستوى المباراه الحاليه على مستوى الراوند السابق اعتذر كان مكاننا من ان نتعرف على المستوى اللي ممكن يقدموا الان في اس في كاش اللي هي ماب صراحه فيترنز يتحسبوا فيها، والفي بي من موقعهم خسروا عديد من اللاعبين مقارنه بالفاير باور والاسلحه اللي كانت على ايدي الان في اس. هذا مبدئيا، وثانويا ما نساوش انهم الان في اس تمكنوا من انهم يدليوا دامج كبير للغايه، يعني اذا كان شوف فما اسلحه اوتوماتيك رايفلز او حتى يعني ديجلز او 5-7 ممكن انهم كانوا ينجموا ينتصروا في الراوند. وبطبيعه الحال بضع دقائق في الراوند الحالي باش ما كنا متعرف على ذلك، خاصه وانه سقوط لاعب باشا بيسبس على مستوى الميدل ومن بعده اللاعب بيالي اللي يسقط الهيد شوت من عند ان بي كي. نيو هو الوحيد يتمكن من التخلص من كانياس حاليا، واللي يترك صديقه تاس باش يسقط على اي دي ان بي كي. لاعبين متواجدين على مستوى الميدل ايباكس و لا لاعبين صارت روتيشن اذا من عند اللاعب من اللاعبين نتاع الان في اس. فقاعدين نلاحظوا الضغط كبير للغايه على مستوى اللاعب نيو اللي يحاول يمر عن طريق اوف شوت خايبه للغايه من عند كيوشيما، وبادي شوت تمكن من انه يتخلص من نيو بطريقه سهله للغايه، ما يلقاش الوقت الكافي كان يمكنه من ايجاد فليك على منافسه، و اندي ياس يتمكنوا من ايجاد راوند مهم للغايه لانفسهم، ويتركوا الفي بي في وضع صعب مالي قليل على اي دي تاز وتاك ناين على اي دي اللاعب سناكس. احمد يظهر يرجع معنا على مستوى تيم سبيك، اهلا احمد. اهلا اهلا معاذ، ايش صح وبش فاخي صع على قلبك الله يخليك، بس قول لي ايش الماب انا اقول لك ايش النتيجه. كاش ما بين الفي بي والان في اس، شو النتيجه حسب رايك؟ 2-1 تلعبوا 4 راوندز، تلعبوا 4 راوندز. 3-1 الان في اس، 3-1 الفي بي. اوكي 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 يلا خلص لو عكست لأصبت. ايوه يلا هيو انكمينج انكمينج.
مرحبا. اي نكملوا اذا في المباراه، كما لاحظوا الاوب مازال على ايدي اس، وبطبيعه الحال يوتيليتي موجوده بكثره على ايدي لاعبي الانفياس، وهيد شوت جميله من عند تاز تفتح الميدل لاعبي الفي بي، ويمر بسرعه في اتجاه البوم سايت ايم، واخذ التم حاليا التاك 9 على ايدي سناكس، ما كانش فعال هابي، تمكن ايجاد دبل، تاز يتخلص من ان بي كي، مازال لاعب هابي خطير للغايه في المباراه الحاليه، تاز يتمكن من ايجاد تريبل نفسه الحساب، وبطبيعه الحال بقى له الا 13 هيت بوينت، سقوط اللاعب كيوشيما تحت الاكي نتاع باشا، اخر لاعب على قيد الحياه هو كانياس او يحاول ممكن انه يبحث عن الكلاتش الموقع نتاعو بعد قفزه تعطي فوت ستابس، بطبيعه الحال معلومه مهمه للاعبين الفي بي اللي نجم يقوموا بين بوينت على موقع اللاعب كانياس. الوك من عند باشا بيسبس لما حاله يخلينا نعرفوا انه عنده حتى فكره على الوير اباوتس تاع اللاعب كانياس، مازال قاعد يبحث على منافسيه، يتمكن من التعرف انه فما حتى لاعب متواجد على مستوى اليساري نتاع المين، ممكن افراط الثقه في النفس او فقدان التركيز، اللاعب كانياس يفشل في ايجاد الفليك على منافسه تاز، كان تاز او بيالي نسيت، اللي يتمكن من ايجاد البيك اب الاخير، لكن الفي بي من راوند رابع مهم للغايه. صديقي احمد 4-1 ايكو للانفياس في مناسبه ثانيه، والفي بي في وضع متاع قوه امام الفريق الفرنسي. بصراحة تاز من اللاعبين اللي ممكن نسميهم من اقوى لاعبين الاي سايد ديفندرز، يعني هو بيالي بيعمل دو كويس في الدفاع عن الاي سايد، لكن الاشي اللي هنا انه هدول اللاعبين ما ادوا كويس في المباراة الماضية، فاذا هم الان بدأوا بجود ستارت زي ما انت قلت، جاب تاز تريبل كيل، فاعتقد هذا يعني مؤشر جيد على انه الفي بي نسوا المباراه اللي خسروها، والان داخلين بنيو مايند سيت عشان يجيبوا الماب هاي كاش من الام في اس. يعني اذا كان يتمكنوا الفي بي من الانتصار في كاش على ام في اس، ممكن حتى من المعنويات نتاع الفريق البولوني تترفع. قاعدين نلاحظوا اللاعبين الان في اس قاعدين يحاولوا انهم يوجدوا الدامج الكافي باش يخلصوا من نفسيهم على ظل ايكو راوند، لكن في اخر المطاف يظل سناكس وبيالي كانوا كافيين ينظفوا الماب، ويعني نقطة استفهام وتعجب بالأحرى، بيالي توب فراجر تقريبا لفريق الفي بي، 6 كيلات إلى حد الآن قبل 4 الباشا والنيو. الكاش في آخر فترة يعني صارت ممكن نحكي عنها أنها شوية سيتي سايدد، يعني شوية عفوا شوية تي سايدد، ان التي سايد تيمز الفرق مثل فناتيك استراليس وحتى في بي وام بي بيقدروا يجيبوا يعني كميه كويسه من الروندات في التي سايد اكثر ما احنا ممكن نتوقع منهم. فالان في بي بدل البدايه هاي بدايه كويسه، بيالي وتاز بداوا يجيبوا الكلز المطلوبه منهم، بداوا يطلعوا على السكور بورد بشكل يعني واضح، ف 5-1 نتيجه يعني ممكن نحكي بمقدمه كويسه للمباراه، ممكن نقول عنها ممتعه الى حد ما، او بالاحرى اكثر من ممتعه، متوازنه اكثر من الفي بي والانفياس، فريقين يعني في اندر بيرفورمانس نسبيا، كانوا من كبار الساحه سي اس جو، مازالوا كبار بالاسم فقط، بطبيعه الحال مردود ليس في الموعد. 5-1 اذا لصالح الفي بي، لاحظوا باسيف اجريسيف، لاعبين الفي بي حاولوا ممكن يغتنموا الفرصه في انهم يضغطوا على لاعبين الانفياس اللي حاليا رغم الفول باي نتاعهم نوجدوا فامس على ايدي اللاعب كيوشيما، وممكن تغطيه دفاعيه اكثر من اللازم على تكتيك الصلح فيت نسبنا وتكتيك النعامه، في حيث انه لاعبين انفياس يحاولوا يتخبيوا من مناسبهم الفي بي اللي لما حاولوا يلقوا النجاح الكافيه يفرغوا البومب سايت بي ويتمكنوا من البومب بلانت على مستوى ذلك البومب سايت. لاعبي الانفياس نتصور باش يحاولوا يختاروا ورقه او خيار الويبن سيف للراوند القادم، بحكم انه فما 5 لاعبين من الفي بي على قيد الحياه في حاله صحيه جيده، على خلاف اللاعب باشا بيسبت اللي ممكن باش يحاول يصطاد منافسي حاله باربع هيت بوينتس انا في بلاستو ما نعملهاش صراحه. والبحث مازال متواصل على لاعبين الان في اس، ان بي كي بطبيعه الحال يحاول يبيك على مستوى الميدل والفانت، سقوط اللاعب سناكس ومعلومه تمر على تمركز اللاعب على تمركز اللاعب ابيكس، مازال متخبي على مستوى البومب سايت اي مرورا من السكويكي. وشنو رايك اذا في الاختيارات نتاع الفي بي على مستوى كاش الى حد الان، رغم اني ماب معروفه ممكن تمشي اكثر لصالح الانفياس من في بي، خاصه انه حاليا الفي بي في سترونج سايد في انهم يوجدوا الحلول الدفاعيه امام الفي بي. التاكتيك حتى اللي عملوها عشان ياخذوا الراوند الماضي، عملوا اول شيء كلين للميد، فضوا السام باكس، فضوا الميد اكثر ما فيش فيها ولا سي تي، وانه السي تيز بيلعبوا بطريقه 2 1 2 او على الاقل 2 في البي سايت و3 في الاي. بعدها راحوا عملوا فيك في الاي سايت منهم، رموا سموك امام الكواد، سموك امام الكواد بتحجب الرؤيه عن لاعب اي او اي لاعب اوبر في الاي سايت، وحتى بتمنعهم عن انهم يقوموا باخذ انفورميشن.
الان تو كيلز لسناكس ونيو في الميد، وهذا الاشي يعني اللي عملوه المره الماضيه بس من غير وجود اي لاعب من الام في اس. الان اخذوا الميد وبعدين راحوا عملوا السبلت بي في الراوند الماضي، وبوجود لاعبين في الاي سايد دخلوا على البي سايد بسهوله ومن غير ما يخسروا اللاعب. الان نفس الاشي 3 في 5 وبرضه في لاعب لو اتش بي على الفي بي سايد. 6-1 اذا الصالح الفي بي كيف ما قاعدين نلاحظوا حاليا، و تاز وناس باخر يلقى روحه بتو هيت بوينتس. يعني لحد الان انفياس قاعدين يلقى في دمج مهول على لاعبين الفي بي، لكن فقدان النجاح على مستوى الفينش، يعني ما همش قادرين انهم يقوموا بالفينش على مستوى الكيلز. دمج موجود مره 4 مره 2 هيت بوينتس مره 16، كل مره كيفاه فشل في ايجاد الكيلز. هابي يتمكن ايجاد دبل لكن يسقط الاي دي بيالي، وحاجه معلومه مهمه للغايه على مستوى اقترابات لاعبي الانفيا على لاعبي الفي بي اللي حاليا قاعدين في كل عمليه يلقاو في ريفانش كيل اللي قاعد يمكن الفريق الروسي من انه ممكن يكفر على اخطاء التيم ميتس نتاعو، كيف ما يصير حاليا مع كيوشيما اللي يتخلص من بيالي بعد سبراي بلا عنوان. فشل تام من اللاعب بيالي في انه يوجد دمج على منافسه، ولحسن حظه بطبيعه الحال انه ريفانش كانت موجوده والبنسر حصل في توقيت سيء للغايه على اللاعب على اللاعب كيوشيما. يظهر لي كان كيوشيما ولا ان بي كي؟ كيوشيما كيوشيما بالضبط. ويعني الفي بي قاعده تلقى في راوند سهله للغايه لحد الان. الفي بي مش 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 مواجهين اي صعوبه لحد الان في انهم في وجود دفاعات قويه من الام في. يعني بنلاحظ الان هاي ثاني راوند ورا بعض يدخلوا على الميد يجيبوا كيلز، يعني هاي 1 في 5 وما راحش غير 20 ثانيه فقط من الراوند. يعني اي صعوبه ممكن في بي او ممكن ام في كونوها امام هجمات الفي بي مختفيه. اللاعبين الام في اس مش قادرين يجيبوا الكيلز او حتى على الاقل التريدز مع لاعبين الفي بي في التي سايد. فالان يجب انه ام في يغيروا من طريقه لعبهم، يستخدموا المولوتوفز عشان يوقفوا الميد بوش اللي بيعملوها في بي هاي لتاني راوند او ثالث راوند على التوالي، او على الاقل على الاقل انهم ياخذوا اجريسيف بوزيشن في الاي مين ويرمي سموكس ويسيب فقط لاعب واحد في الاي سايد ويعمل ستاك على التو سايدز الثانيين الميد والبي. فالمشكله انه الفاست بوشز الفاست بوشز للفي بي بيظبطوا وما فيش اي ديفنس او اي حتى ريسبونس في الديفنس داون الام بي اس. يعني هذا الاشكال غياب الاجابات ريسبونس رياكشن عند لاعبي الانفياس. يعني صراحة حتى فشل في ايجاد ممكن الشاط الاولى على مستوى الموجهات، وكانهم لاعبين الفي بي هما اللي يلعبوا في السيتي سايد. يعني الكثير من التخوف الكثير من التردد من لاعبي الانفياس، حتى يعني معروفين الانفياس في كاش هي لا محاله ماب المفضله لدى السين نتاع نورث امريكا، لكن الانفياس من الفرق الاوروبيه القليله اللي تخير اني تلعب في كاش على بعض المابس الاخرى. ما نعرفش شنو قاعد يحصل حاليا للسكواد الفرنسيه، لكن الفي بي قاعدين يستفيقوا ويعني قاعدين يلعبوا في مستوى مختلف كل الاختلاف ما اللي قدموه في المباراه الفارطه، وهذا شيء يفرح على مستوى بطبيعه الحال مشجعي الفيرتس برو في وقت الفريق الفرنسي قاعد يعاني في معاناه كبيره للغايه. وبطبيعه الحال الانفياس يخرج من النكسه اللي كان فيها الماليه بطبيعه الحال، يلقى الفول بايل او بيرجع على كانياس اجريسيف توكسيك الوني من عند لاعبي الانفياس. باشا بيسب يدخل بعنف على مستوى الميدل يتخلص من ايباكس ومداخله سريعه للغايه على مستوى البومب سايت اي. ان بي كي يتخلص من تاز، لكن بطبيعه الحال الفي بي مازالوا قاعدين يحاولوا يدخلوا بكل قوه وكل حزم على مستوى البومب سايت اي. كانياس في فليك ممتاز يتخلص من بيالي، واثنين ضد اثنين ذا نايت ما ازنت اوفر يات على لاعبي الانفياس. مازال متبقي باشا بيسبس اللي يحاول بطبيعه الحال يدور على مستوى السموك يغطي على نفسه ينتظر في مداخله منافسيه. لما حارب باش يلقى روحه وجه لوجه مع منافسه كيوشيما اللي حاليا يقوم بريفرش بالسموك بطبيعه الحال. الاعين نتاع لاعبين الانفياس على السيفو ومواقع دفاعيه الهوني او ممتاز من كانياس خالص من سناكس طريقه سهله للغايه. ممكن كروس فاير باش يتم تطبيقه على مستوى المين، وباشا بيسبس عنده فرص للكلاتش، اما فرص الفشل نتاعو اكبر من الغايه. كل شيء مربوط بطبيعه الحال بنجاعه والبريسيجن والرياكشن تايم للاعب كانياس. باشا بيسبس بطبيعه الحال عنده فلاش يدي نجم يستعمله في اي لحظه حاليا، يمر بالوول يخبي نفسه بطبيعه الحال من الكريت يفيق بالشوت تعدى المعلومه سبراي ممتاز. كان يكون ممتاز اذا كان ممكن باكثر كنترول تمكن من ايجاد الشوت الاخيره على اللاعب كيوشيما بعد فشل السكوب نتاع كانياس. لكن في اخر المطاف الهيد شوت ما خليتش باشا بيسبس ينتظر وينتقل مع تيميتس نتاعو للراوند اللي من بعد بخساره للراوند العاشر. الراوند 11 ينطلق، واحمد هل انه من الممكن الانفياس انهم يعيدوا الكره؟
الان هم بدبل اوب، وبنلاحظ حيكون فيها الجيت دول بين نيو وكينياس، فصعب جدا انه انفي يعاودوا انهم يكملوا من الان لاخر الهاف ويجيبوا 7 راوندات، خاصه انه اللاعبين تاعون الام في اس مش كلهم اون فاير في الايم. يعني بنلاحظ انه فقط ام بي كي وكيو الان بيجيبوا الكيلز، ايبكس 2 كيلز، هابي يعني 5، فالشيء مش من كل اللاعبين، المردود مش من كل اللاعبين، ف نتمنى انه نشوف منهم مستوى اكبر من هيك، لكن بصراحه الاحتمال اكبر للفي بي، وخاصه انه لاعبين الفي بي كانوا يلعبوا بشكل ذكي حتى الراوند الماضي، انهم سابوا الصفار في المين وعملوا رش ايه، فخطا واحد كلفهم راوند، فعشان هيك ما بدنا نبني امل على لاعبي الفي بي على لاعبي الام في، وهي كانت فقط خطا صغير من الفي بي. اي خطا صغير من الفي بي كلفهم الكثير، ويعني هذا بطبيعه حال فلسفة سيس جو اللي تحدثنا عليها في أكثر من مناسبة، في حيث أنه الفريق المنتصر هو أكثر فريق يعول على أخطاء المنافس متاعه ويتمكن من إيجاد النجاعة. حاليا بي بي في مأزق في وضع متاع 2-3 عز أوبيالي بأكيز أمام أيباكس هابي وكيوشيما، مرتب ممتازة 9 هيت بوينتس على هابي، وبيالي يلقى النجاعة الكافية باش يتخلص من المنافس، ايباكس في تغطية ممتازة يلقى البيك اب على تاز، وحده ضد زوز من منافسيه، بيعلي 4 هيت بوينتس يحاول يتورى على انظار منافسيه، يعرف انه ثم اوف ايباكس سريع للغاية، منافسه بسرعة ما يتلقاش دامج طفيف 4 هيت بوينتس فقط، والان في اس ممكن حسابيا يرجعوا في المباراة. الايكونومي متاع الفي بي قاعدة تتضرر، قاعدين نحسوا في ذلك، لعب نيو تروح $300 فقط، وممكن يكون اخر فول باي للفي بي اذا كان يخسر الراوند الحالي. الراوندز اللي كان يفوز فيها قبل الفي بي يعني كان عدد قليل منها اللي كانوا يضلهم عايشين بخمس او اربع لاعبين، الباقي كانوا يعيشوا باثنين وثلاثة، فهذا الاشي يعني هالقد بنشوف تأثير انه اكثر لاعب معاه $1,000 ففي بي عليهم انهم يرجعوا للطرق اللي كانوا يفوزوا فيها بانهم يعملوا بوش على مكان ويكونوا اكسبلوسيف فيه، وهذا الاشي اللي كان يفوزهم قبل في الراوندز، وهذا الاشي اللي لازم يرجعوا له في اقرب وقت. يعني كما قاعدين نلاحظوا لاعبين الانفياس وكان يرجعت فيهم الروح، جرينيد ممتازه من هابي تخلصوا من لاعب نيو مداخله سريعه دعمت يخرج سناكس بدبل انت الفراغ الممتاز سناكس المباراه هذيا هات شوت لمحل هات شوت وبادي شوت من عند اللاعب ابيكس على بيالي تخلصوا منه بطريقه سريعه للغايه وثلاثه ضد ثلاثه ممكن مستبقى ابيكس من موقعه حسب منظوم اللاعبين الفي بي ما قاموش بالانفو شيرينج ومن الموقع نتاعو ايباكس يدمر الدفاع لاعبين الفي بي حاليا مولوتوف بلا عنوان ماهيش باش تكون كافيه باش توقف لعب الانفياس من الديفيوزل وسقوط لاعب باشا بيسرس اللي كان متاخر ما هي حاجه عاديه كان باو جمشي خاطر بحياته بطريقه مثل ما كنا نتصوروها ويتقدم على الديفيوزل في وقت اللي فمز لاعبين على قيد الحياه من الانفياس وراوند رابع يذهب لصالح الفريق الفرنسي سيطر على الوضع بقبضه حديديه مقارنه بطبيعه الحال بالبرفورمانس اللي كان يقدم فيها في الراوند الفارت الروتيشنز الان اسرع من الام في اس بعد ما عرفوا انه خلص ذا في بي رايحين على مكان فهو اكسكيوشن مش فيك. ثلاث راوندات اللي فازوا فيها كانت فعلا الروتيشنز تاعت الام في اس سريعه، قدروا يحصلوا على باك ستاب كيلز وحتى على بوزيشنز بكونوا سايبينها الفي بي بالخطا، فام في اس الان يعني بيعمل بشكل احسن من اللي كان بيعمل فيه في الثمان راوندات اللي قبل، لكن هاي الراوند بنلاحظ انه الفي بي اخذ الميد كنترول وحصلوا على الشورت كنترول حتى في الاي سي. يعني الاشكال انه لاعبين في بي حاليا قاعدين يتمكنوا من الدخول للبومب سايت بكيفي دبل، يعني قاعدين يتمكنوا من الوصول للبومب سايت، لكن النجاعة غير موجودة، بيالي يلعب على الدبل نتاع منافسه بدبل على ايديه، بطبيعة الحال لاعبين الانفياس يلقاو روحهم في مأزق امام ثلاثة من منافسيهم، بيالي حسابيا خارج من الراوند، سناكسي بلانتي في البومب سايت بي، الدايفرجن ممتازة للغاية، بيالي يبقى هو آخر لاعب على قيد الحياة ب 10 هيت بوينت، يحاول يتريدي مع منافسيه يلقى الهات شوت على كيوشيما انفياس تو ذير دوم، ما يبقى فيهم الا كانياس على قيد الحياة بأوب، يحاول يسيفي سلاحه للراوند القادم. تصور اي باش يسيفي سلاحه للراوند القادم يحاول يمر بسكويكي بطبيعة الحال، انا نشوفوا التحركات نتاع لاعبين الفي بي اللي يحاولوا يبحثوا على منافسهم كانياس، يصير يحاول يتخبى على مستوى سكويكي سكوب يخرج اوه باشا جميلة للغاية. في الفي بي في الراوند الماضي فهموا انه الام في اس الروتيشنز تبعتهم سريعه للغايه بعد ما تبدا الاكسكيوشن، وفعلا لما الفي بي حصلوا على شورت كنترول وحصلوا على 2 كيلز في الاي سايد كانوا اوريدي اللاعبين تاعون البي سايد تركينها، وواحد وصل الزد وواحد وصل الاوت بي، فدخول الفي بي بعد ما اخذ الميد كنترول من الفنس البي سايد كان عباره عن يعني
حركه جميله جدا انهم قرأوا كيف الروتيشنز تبعت الام بي اس وعملوا الخطه اللي بعديها بناء على هذه القراءه. يعني كيف ما نلاحظوا الانتري بيك في الناس باخر على ايدين باشا بيسبس كينهم الفي بي يرجعوا مره اخرى على المومنتوم نتاعهم. الحال ان بي اس لا محاله قد يلعبوا فيك راوند حاليا، لاحظوا الوول بانكس حاليا مفعول جيد لان الانترفنشن والامبش تاع لعب كيوشيما كروس فاير ممتاز مع التيم ميت نتاعو ابيكس، لكن في اخر المطاف يسقطوا اللاعبين وضرر كبير لان يتم على لاعبين الفي بي اللي ما يبقى منهم الا باشا بيسبس ب 21 هيت بوينت امام زوز بي 250 من منافسين نتاعو. في الحال ممكن يلقاو اسلحه ممتازه الهيد شوت من باشا، حاول يستعمل سموك مبدئيا باش يمر في كل امان، يعرف ان منافسه ينجم يكون في اي موقع على مستوى البومب سايت بي. حاليا يمر بكل امان، هابي مازال في الانتظار، مداخله جيده مولوتوف لوني باشا جميله للغايه، خياليه الهيد شوت من لاعب باشا بيسبس. يعني باشا هنا عمل بصراحه حركه يعني ذكيه، انه اوكي هو اجى متاخر بس بعديها الايم تبعه كان اون بوينت وهذا اهم شيء، لكن بعد ما رمى السموك ورمى بعديها المولوتوف، يعني كيف انه المولوتوف اول ما تنزل تطلع من فيها سموك سودا شويه، فاعتقد انه باشا كان عنده هنا افضليه ذكاء وافضليه شو اسمه افضليه تفكير اكثر من هابي، لانه هابي يعني بعد ما شاف المولوتوف يمكن يكون اجى في باله ايش ثاني، انه هجيت اخذ صفار ولا لا او غير تفكيره ولا لا، فكان الاشي بصراحه ادج في التفكير للباشا اكثر من هابي بمراحل. يعني 10-4 لحد الان ونتصور بشتوفة المباراة بنتيجة 10-5 الا اذا كان تاز ولا سناكس ولا بيالي تمكن ايجاد اكثر من كيل في الراوند الحالي لصالح فريق الفي بي. محاولة متاع تدخل على مستوى الميدل، ممكن كروس فاير مطبق، بيالي يلقى روحه ب 18 هيت بوينت، الوضع يزداد صعوبة على لاعبين الفي بي اللي لازم يحاربوا باش يلقاو مدخل على اي بوند سايت كان، وتاز يتخلص من هابي جميلة للغاية، وإعادة لرسم موازين القوى، وان بي كي ممتاز السبراي مكنو من دبل السي 4 تي على مستوى الكونكتر، هذا آخر راوند في الفيرست هاف، وعلى سناكس أنه يقوم بالمجهود ويخاطر بنفسه باش يلقى بطبيعة الحال حل يمكنه من ايجاد السيفو. محاولة متاع مرور يعرف انه واو جميلة، لهنا نشوف الرياكشن شوت من عند لاعب سناكس ان هيومن رياكشنز تمكنه من انه يتخلص من ان بي كي، يلقى روحه في كلاتش ام ام تي منافسي حاليا. اوه الثانية يعيد الكرة على اللاعب كانياس، يعرف انه اخر واحد من منافسيه متواجد على مستوى الكونكتر، لكن ما عندوش بطبيعة الحال اي حاجة تأكد له ذلك. تقدم لهنا بطيء من اللاعب سناكس، يترك بطبيعة الحال اوه ذكية للغاية، فاست دروب متاع تك 9 يحاول بطبيعة الحال يوري المنافس انه تمكن من ايجاد السيفو ولان روتيشن على مستوى الفانس في اتجاه البوم سايت بي، عنده الوقت الكافي يمكنه من البوم بلانت، واللاعب كيوشيما باش ياخذ الطريقه متاخره على مستوى البوم سايت، البوم بلانت باش يحضر سناكس ب 100 هيت بوينت، كيوشيما ب 100 هيت بوينت، سقوط لهنا من مستوى الهافن يعطي الموقع نتاعو سناكس الانتظار، يتلقى القليل من الدمج وممتازه من سناكس يهدي للراوند الحادي عشر بجمال للفي بي امام الان في اس. يعني ممتاز الراوند من سناكس، سناكس ممتاز يعني هذا سناكس للحين دائما يعني كنا نستمتع برؤيه مش مبارياته، يعني هو اوكي 1 في 3 كل لاعب من الام في اس عمل فايت لوحده، اول شيء ام بي كي من السان باجز، بعدين كان اسرع السان باجز وعمل فايت لوحده، وكيوشيما في اخر شيء في ال 1 في 1، يعني ذكاء من سناكس، خبره من سناكس وجود ايم، واخر شيء اخطاء فادحه من الام في اس، وبصراحه الاخطاء اللي شفناها في اخر مباراه بتعطي يعني دليل على انه 11-4 بصراحه فير، يعني عادله، نتيجه عادله للام في اس طبقا للاخطاء الكثير اللي عملوها في هاي المباراه. حديش 4 اذا احمد نحب نسالك السكند هاف حسب رايك الفي بي في السيتي؟ ايوه الفي بي هم الاقرب لانهم ياخذوا هاي الراوند، يعني احنا بنلاحظ الان فور مان بوش والستاك تبعت السي 4 موجوده في الاوتسايد بي، ففي بوش الان من السي تيز على البوزيشنز تبعت التيرست، ولكن لكن الان واو واو فور هيتشز حتى تيم كل هيتشز يبقى لابيالي على قيد الحياه. يعني خطا فادح من اللاعبين الفي بي حاليا اللي اتم عن الكلمه يعني يلقيه بالراوند لصالح الانفياس، يعني يو اس بيز ومرشي على مستوى الاوتسايد بي على مستوى التوكسيك، علاش اذا كان احسن استراتيجي تقوم بها امام 5 جلوكس؟ يعني الكلوس كومبات الكلوس كوارتر كومبات او بي يو اس بي نتصور اخ كيب ديسيجن تقوم بها في مباراه ايا كانت.
شوف، هو الاشي اللي كان اعتقد الفي بي بحاولوا يعملوه هنا انهم واو 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 جي... نيو ممتازة للغاية الجرنيد عند نيو. اللي كانوا بحاولوا الفي بي يعملوه في الراوند الماضي انهم بس ياخذوا انفورميشن من غير ما يخسروا كثير لاعبين، لكن السوء حظه من اللاعبين الام في كانوا في بوزيشنز احسن من الفي بي وحصلوا على اول على 5 كلات كلهم ميتشتس. يعني بصراحه كان شيء جيد جدا منهم في الراوند الماضي الريسبونز للي كان الفي بي بيحاولوا يعملوه. ولاني بطبيعه الحال الراوند كان خطير بالنسبه للاعبين ان في اس، اذا كان بطبيعه الحال اللاعبين الفي بي الكل تمكنوا من القذف بالجرينيدز اللي كانت على ايديهم في اخر مطاف جيد للغايه، تمكنوا على الاقل من نزع السلاحين من ايدي فريق الان في اس، بيتمكنوا على الاقل من ايجاد قاعده ماليه جيده للراوند القادم. يعني على الاقل 2 بيك ابس وباشتراء يعني 5 جرينيدز، يعني 1500 انفستمنت على فريق كامل حسب الانفستمنت السيء للغايه لا محاله. الفي بي الان بيعملوا شيء يعني جيد في عدم شرائهم في هذا الراوند، انهم من اول ما يبدا الجن راوند الحقيقي يكون معاهم فول. او باشا من ورا سموك بلا عنوان بيالي كذلك على كانياس، لكن سقوط اللاعب تاس تحت الاك نتاع هابي ممكن يكون ساين سيء للغايه على فريق الفي بي. نيو لهنا يبحث على الهيد شوت، ممكن تسرع نسبان كان ينجم ينتظر اكثر. ممتازه من سناكس اللي تخلص من ام بي كي، يخير انه يترك السلاح للتيم ميت نتاعو بحكم انه الهيد بوينتس نتاعو ضئيله للغايه، 8 هيد بوينتس حاليا. يقولوا لهنا لاعبين الفي بي انهم يحاصروا 3 من منافسيهم اللي قاعدين يلعبوا برايفلز لحد الان. دبل اكيز من عند هابي وكيوشيما يلقاو نجاعه اعلى بالغايه من نجاعه لاعبي الفي بي ودخول. او ممتاز كيوشيما يتخلص من نيو من دون اي اشكال، يقوم بالبوم بلانت حاليا، محاوله نتاع دخول على البومب سايت. اي بي الفي بي لاحظوا هابي بطبيعه الحال يخلق الكروس فاير انطلاقا من الاوتسايد بي من التوكسيك، يتخلص من هابي من اللاعب سناكس بسرعه، ما يبقى الا باشا بيسبس اللي في طوره لا عنده لا كيفلر لا هيلمت انه يلقى الهيد شوت على منافسه ولا انه يكون نيو من ماتريكس سبراي جاي 22 هيد بوينت. كيوشيما كان اسبق ويتمكن من الانتصار على الفي بي 11-7 لحد الان. الفي بي يعني حاول محاوله جيده وجابوا فيها يعني 2 هجموا من الاي مين وثلاثة هجموا من الميد او 2 هجموا من الميد وترك واحد في البي، فهذا اعطاهم يعني اعطاهم دولز جيده امام فقط لاعب في الاوتسايد اي ولاعب فقط في الميد، وحصلوا على يعني 4 كيلز، وهذا الشيء هم اللي بيحتاجوه عشان يدخلوا على الجن راوند، معاهم دبل اوب ومعاهم مولوتوفز وسموكس وفول يوتيليتي. خلينا توا نركزوا مع الراوند الحالي اللي فيه دبل اوب على ايدي باشا ونيو، يعني تغطي على مستوى الميدل تغطي كذلك بالاوب على مستوى البومب سايت بي انطلاقا من التوكسيك بطبيعه الحال. من ناحيه اخرى لاعبين الفي بي يحاولوا ينقسموا على فورميشن نتاع 2-1-2 اللي تنجم ترجع ل 3-0-2 بطبيعه الحال. انت وشنو اللي قاعد يصير على مستوى الميدل؟ اظن انه في محاوله نتاع ضغط انطلاقا من الميدل سموك على مستوى الكونكتر، غياب الاوب نتاع باشا بيسبس. او ممتاز سبري من امباي، لا مش ممتاز مش ممتاز، دامج كافي باش تخلص من تاس اللي في طور ويلقى هيد شوت عليه. كانياس بالتغطيه نتاع ان بي كي يتمكن من انه يلقى سكوب على باشا واللونج راند سبورت يتم محو خريطه من اي دي الفي بي. انتظار من عند بيالي اللي ينتظر في مداخله انطلاقا من الهاي واي، مازال في طور الانتظار يعرف انه فما شكون ممكن يخرج من المين ولا من التوكسيك. نعطيش الموقع نتاعو بطبيعه الحال، ممتاز الهيد شوت من بيالي في انه يتخلص من هابي ويتركه ب 50 هيد بوينت. سناكس ونيو، نيو يتخلص من كانياس، الاوبا نتاع تيم ام بي اس يسقط واللونج راند سيبور يتنحى. سناكس ممتاز قال كيل على ام بي كي وهابي يحاول يكلتشي امام 2 من منافسيه. بنسر بطبيعه الحال يتخلق، عندهم شك على التمركز نتاعو. نيو اللي يحاول يقوم براندوم شوت، ما عندوش فكره على التمركز نتاع منافسه هابي اللي ممكن يشوف في اي لحظه حاليا، لان قفز ممتاز ولعب هابي يعطي الموقع نتاعو جرينيت جيده، لكن ما تلقاش الدمج الكافي من سناكس وديفيوزو اللي يحصل 12-7 لصالح الفي بي. جيد على الاخر الاقتراب وجيد على الاخر الطريقه اللي تمكنوا من خلالها لاعبي الفي بي انهم يسترجعوا السيطره على البوم سايت امام الانفياس، جيده للغايه باش ما نقولش ممتازه. ريكفري كانت زي ما انت قلت جيده جدا، لانه في الاول خسروا اللاعبين مقابل فقط تيرست واحد من الام في اس، لكن بعدها في دخول في عوده نيو في الروتيشن للتراك وعوده سناكس بدل ما يرجع من الكونكتور ام بي كي كان بحاول يعمل باك ستاب فيها، رجع من الاوتسايد بي على التي مين وحصل على كيل فور فري على ام بي كي. يعني كانوا الام في اس بحاولوا يجيبوا كلز على الرغم انهم كانوا 3 في 2 او 2 في 2،
فالشيء هذا كلفهم الراوند هذه بجدارة يعني. يعني خطأ صغير للغاية من انفياس، شوف شنو كلف لاعبيهم. يعني التمركز نتاع بيالي كان فعال للغاية في الراوند اللي حصل، وتاعس كان لاعب حاسم اوتكم نتاع الراوند الفارط. يعني كما قاعدين نلاحظوا التغطية هي نفسها، لاعب فقط على مستوى البامب سايت بي، باشا وبيالي ينفذوا البامب سايت اي، والحالة فلانكينج من عند كانياس بالتاك ناين يمكنه من ايجاد قليل ايدي التيم ميت نتاعو. ما تبعث على مستوى اليلو تراك وينتهي الراوند بنتي الفي بي بخسارة لاعب فقط اللي كان باشا بيسبس، وانقاذ الاوب اللي موجود على ايدي على ايدي الحال دروب نتاعو يصير، ولاعبي الانفياس بعد فرصة باي لقوا روحهم في وضع مالي سيء وكارثي للغاية. و 13-7 الان السكور يعني، وهو عيد ميلاده طبعا، بس انه اللو ايكونومي اللي عند الام في اس حتخليهم الان يحاولوا يحاربوا من السبعة ل 16 وفي بي 14 راوند، فهنا يعني مشكله كبيره حتى راح على عاتق الان جيم ليدر تبعهم، انه كل راوند بده يجيبها بده يفوزها علشان من غير اي خطأ عشان بس يفوز الراوند يفوز الجيم عفوا. يعني كيف ما قاعدين نلاحظوا حاليا على مستوى المباراه هو انه الفي بي في سيطرة جيدة على المباراة، لكن انفياس من موقعهم قاعدين يلعبوا في ايكو راوند وتمكنوا من ايجاد بيك اب على سناكس. يعني شنو رايك ينجم يصير وشنو حلول انفياس احمد؟ الانفياس عليهم الان انهم ياخذوا الميد كنترول سواء بشكل سريع او بشكل يعني بشكل ميثوديكال يعني عملي او علمي عفوا، انه يرموا سموكس وهيك اكسكيوشن ياخذوا فيها الميد او ياخذوها بشكل سريع من البوست، لكن عليهم انهم بعد ما ياخذوا الميد كنترول هذه يعملوا الفيكس المناسب انهم يعملوا فيك بي بسموك او مولوتوفز ويروحوا ايه، او يعملوا العكس على الاي للبي، لكن اهم شيء انهم متى ما اخذوا الميد يعملوا فيك واحد وثلاث اربع لاعبين يروحوا على المكان الثاني. بهذا الشيء بتعمل سبليت للدفاعات تبعت الكونتر تيرورست، وبوجود اوب مع كيني اس اعتقد راح يساعدك حتى جدا في الريتيك بعد ما تاخذ السايت. في بي بيلعبوا الان بثلاث لاعبين اتجاه الاي مع لاعبين عاملين بوش سكويك واخذوا الكل على هابي. الكل هذه دائما مهمه، ولكن في ريسبونز ضدها الان من كينياس على باشا على باشا وبيالي، حتى بون شوت خلى باشا 3 اتش بي وبيالي مات، ف 4 في 4 الان لصالح الام في اس الادفانتج من ناحيه الاتش بي، لكن من ناحيه اليوتيليتي تبقت فقط ثلاث سموكات مع الام في اس. الان دفاعات الفيرتس برو ولاعبين في الاي سايت، لاعب في الميد ومات الان، وسناكس فشل في انه يجيب السبراي الممتاز على ام بي كي وبقي ام بي كي 30 اتش بي، ولكن نيو الان بتريد 1 في 1 يخسر البي سايت للاعبي الام بي اس، و 3 في 2 باشا لو اتش بي وتاز من غير اي يوتيليتي. اعتقد قرارهم الان راح يكون بينهم يعمل سيف احسن عشان يعرفوا يقاتلوا في الكمباك الام بي اس الان بداوا فيها. لو طلعنا السكور بورد راح نلاحظ انه باشا وبيالي هم اللي بقودوا السكور بورد تبع الفيرتس برو بهجمات كانت قويه جدا وانتريز ممتازه وكلاتشز في التي سايد، وفي السي سايد الان هم المدافعين تاعون الاي سايد، باشا كاوبر وبيالي كرايفلر، لكن كل البوشز اللي حاولوا يعملوها على الاي سايد كان باشا وبيالي لهم بالمرصاد، وبالتالي هم الليدرز تاعون السكور بورد. وعلى الجانب التالي بنلاحظ انه فقط ام بي كي الوحيد اللي وصل لحاجز ال 20 كيل، وباقي فريقه ما بين 8 و13 فقط. يعني المردود اللي بنتوقعه من لاعبي الام في اس الان يجب انه يبدا من الانتري مان، يعني من ايبكس وكي وام بي كي، عشان نحاول نعطي للام في اس بصيص امل يقودهم في تكمله الكامباك في هذا الراوند. قبل اعطاء بصيص امل للام في اس اعطيوني مايك ما يقصش عليا هكا. يور مايك دايد، يعني حسيت هيك انه قاعد بموت. يعني لحد الان اذا 14-8 لصالح الفي بي، وكيف ما كنت تحكي صديقي احمد ونسمع فيك ما غير النجم نعمل اي مداخله باش نأيد كلامك، ولا في هذا الحال نفرض العكس نتاعو. ثلاثه لاعبين فقط على قيد الحياه تبقاو من الفي بي امام اربعه، وحسابيا ابيكس 100 طبعا بخمسه هيد بوينتس امام انفوز ودبل انفو ودبل او من عند باشا ونيو. حاليا انتظار من عند باشا على مستوى الميدل على مستوى الكونكتر بالاحرى، استنى في مداخله ان كانت من الميدل
مازال ما ربح حتى فيجوال على منافسيه، لي بيكي بطبيعه الحال متخوف من التواجد نتاع منافسيه، كما اللي يحكم المداخله تصير لما حال على مستوى البومب سايد بي، سبراي ممتاز من ان بي كي يخلصوا من منافسه كانياس ودفاع من سيل واقف على مستوى البومب سايد بي، روتيشن من باشا من السيتي مين، في وقت اللي بيالي ممكن باش يحاول يطلع على مستوى الهافن، محاولة ممكن لإيجاد مدخل آمن للبومب سايد بي، البومب بلانت يتم وتصور الكروس فاير تكون من الصعب للغاية على لاعبين الفي بي خروج منه، ولذلك يخيروا أنهم يسيفيو الأوب والإم 4 إي تبقاو على أيديهم للراوند القادم. يعني الان فياس قاعدين يلقاو في الحلول الهجوميه حاليا، قاعدين يتمكنوا من الانتصار على الفي بي، لما حال الانتصار الاخير نتاعهم كان تم بعد ثلاثه انتصارات متتاليه للفي بي، لكن فما امكانيه انهم الان فياس يرجعوا في المباراه. بصراحة هو فيها لقيت ممكن نحكي انه بدأت الامكانية تزيد، خاصة بعد انتريز يعني ممتازة من ام بي كي، الهيد شوت في اقل من ثانية. لكن الاشي هنا انه تاز لما يموت في الميد او في البي سايد بيعطي لام بي كي كان جيم ليدر السايد انه نيو لوحده في البي سايد، نيو بوب لوحده في البي سايد، فمتى ما عملت عليه سبليت احسن اشي ممكن نيو يعمل انه يعمل تريد 1 فور 1. عشان هيك في الراوندين السابقين لاحظنا انه في بي بعد ما يوقع منهم تاز ام بي اس على طول بيعمل سبليت بي من الفنس ومن الاوتسايد بي وبيدخل على البي سايت بوجود فقط نيو لوحده في السايت. يعني باقي ما نعرفش اذا كان ان في اس باش يلقاو اتانا المتانه الذهنيه معناها والبسيكولوجيه اللي ممكن تمكنهم من ايجاد الحلول هذايا، خاصة انهم سبليت سكند ديسيجنز هما اللي يحكموا في مباراة كانت حالة عنا نيو اللي يحاول يتقدم بطريقة متعصب الاس اس جي على ايديه من ورا سموك سكرين، وكيف ما قاعدين نلاحظوا بيالي يتمكن ايجاد الهيد شوت مبدئيا على اللاعب ان بي كي، كيوشيما يلقى الدبل على بيالي وباشا بيسبس لازم تواجد في التغطية على مستوى الهاي واي، يتحصل لهنا في بنسر ما بينات منافسين على الهاي واي وعلى البومب سايت، البومب بلانت يتم يلقى روحه لاعب تاس 30 هيد بوينت بعد جرين اللي مرت هات شوت على اللاعب نيو وسناكس موجود في التغطيه 2 ضد 2، وضع سيء التاز نسبيا، يعني مازال لازم يبحث على موقع امن يمر منه من غير انه يتلقى دامج يبقى على قيد الحياه، محاوله هنا عند سناكس على انه يبحث على التمركز نتاع منافسيه يتمكن من التعرف على موقع كانياس اللي يقفز بطبيعه الحال من ورا الكواد يرشد في ايجاد سكوب على منافسه ويسقط بعد مداخله نتاع تاز، مولوتوف تبعث في اتجاه السكويكي، لكن اللاعب الاخير الانفياس هابي واو يا سناكس حرام. سناكس يعني سناكس ضيع الفرصة الواضحة اللي هبت منها تيني بكبده. This is spray my friend, this is a spray. Yes, مش spray, they are spray and a بالعربية يعني سبراي عند الله هو انسي الله هو اكبر. ما نعرفش كان ينجم يلقى البيك اب بسهولة، يعني سبراي في كلوز رانج، يعني الاكورسي نتاعو ما تنجمش تكون خاطئه للغايه، يعني على 2 شوتس 3 شوتس على اقصى نطاق يعني يفشل، كانه حتى يبحث على الهيد شوت في كلوز رانج، يعني سيء الغايه، وزوز لاعبين وفي كروس فاير وان بي كي هابي خذ الكثير من الوقت يتمكن من التعرف على مواقع منافسيه باش يعرف روحه في كروس فاير، يعني هذا اللي كان الاشكال. وسناكس بطريقه غريبه يفشل في انه يحسم الامور. الان يعني هي ايكو راوند، يعني ما في منها كثير، يعني نايس سجت من هابي، لكن ما في كثير ممكن في ايد في بي انهم يعملوه غير انهم يعني بس يحاولوا ينزلوا اسلحه، لكن فعليا ما سووا شيء زي هيك. بنلاحظ انه الفي بي ما لهجت ما غيروا من طريقه لعبهم غير مره واحده انهم عملوا بوش سكويكي وكان يسعى قبهم على الكل اللي جيبوها على هابي، لكن الان اذا في بي بدهم يوقفوا الزحف الفرنسي اتجاه السايت اي وبي يجب عليهم انهم يعملوا هولد قويه للسايتس، لانه لما يتركوا الميد بيعطوا دفع اكبر للاعبي السايت انهم يمسكوه كويس. وفي الحالتين اللي شفناهم حتى في الثلاث حالات في الجان راوندز كان الفي بي بيدخل على السايت بادفانتج في اللاعبين، خاصة ادفانتج على مستوى الميدل، شبيسه حاليا مش يحاول انه يقف على مستوى الميد باش يعطي التغطيه الكافيه على مستوى الكونكتر ام 4، يعني امام بطبيعه الحال اوب على اي دي كانياس
على كانياس حاليا يحاول يتقدم على مستوى المين، ممكن ينتظر في مداخله عنيفه من عند لاعبي الفي بي اللي معروفين بالمداخلات العنيفه نتاعهم، يعني الاجريس اوفر اجريسيف بلايز، يعني مستوى اخر نتاع اجريسيفيتي من عند الفي بي ممكن يتقارن بالاجريسيفيتي نتاع لاعبي المونغولز. سناكس من موقعه بطبيعه الحال في الفانت ينتظر ممكن في مداخله على مستوى البوست، ممكن محاوله نتاع مرور مؤاخذه الميدل كيف ما قاعدين نلاحظوا محل الضغط من عند هابي على مستوى سكويكي مانجم، يعني الا انه لاعبين الانفي قاعدين يحاولوا يطمعوا لمدخل للبومب سايت اي. اذا كان نركزوا بطبيعه الحال مع تمركز اللاعب كانياس مازال في طور الانتظار، يستنى في السموكس والمولوتوز والفلاشز اللي بطبيعه الحال باش يامنوا ممكن مرور لاعبين الانفياس من دون اي اشكال. لهنا كل شيء يتبعث فلاش اخير على مستوى الكواد، وبيالي موجود يتخلص من امبكس يلقى دبل، نزل امامه منافسيه يلقى تريبل هيد شوت على هابي وينجم يموت مرتاح. بعد كانياس تخلص منه بتاك ناين بطبيعه الحال، باشا وتاز يحسموا الراوند و15 11 لصالح الفي بي. القاعده الماليه اللي عند الانفياس ما كانوا من ايجاد الفول باي، لكن هي هيت احسن اوت كم باش يكون تعادل، والفي بي في موضع في موقع نتاع قوه حاليا. بيالي بصراحه يعني حركه ممتازه منه، انه هو يعني البوزيشن تبعته صحيح لو عملوا لها مولوتوف انت راح تكون في اعداد الموتى، لكن هذا يعني هاي ريسك هاي ريورد زي ما بنقدر نسميه، لانه بيالي في البوزيشن تبعته ما في اي لاعب حتى يعمل له تريد من التيم ميتس تاعونه، ورغم هيك حصل على 1 كيل 2 كيل والثيرد كيل حتى وهو ضايل معاه بس 3 او 4 بوليتات، فيعني شيء خرافي من بيالي ووضع فريقه الان في 15 راوند. يعني الراوند الخامس عشر للفي بي بطبيعه الحال تربح عن جدارة موقع باشا بيسبس بطبيعه الحال خطير نسبيا بحكم انه عطى موقع بعد الريلود اللي قام به، قاعد ينتظر يتوالى عن انظار منافسيه، ما فما حتى دامج لحد الان جراء الوول بانج اللي تم حاليا على مستوى الميدل. قاعدين نلاحظوا كان يعسوا السكواد نتاعو مازالوا طامعين في المرور عن طريق المين او عن طريق الميدل، يعني الاوبن عند كانياس حاليا اللي ممكن يبحث على منافس ايا كان. باشا بيسبس مازال في طور الانتظار يتخبى كيف ما يلزم تحت البوس في انتظار مداخله ايا كانت. ممتاز باشا بيسبس ليستبق الخروج نتاع ان بي كي، لكن ابيكس تمكن من التعرف على موقع منافسه ويلقى عليه هات شوت. سناكس يسقط كذلك تحت اي دي ابيكس، ومداخله ممكن تنجم تتم في اي موعد حاليا على مستوى البومب سايت بي انطلاقا من الفانت. ابيكس يحاول يغطي على الميدل، لاعبين فقط من الفي بي امام ثلاثه من منافسيهم. تعديل هوني بعد تعديل الموازين القوى من عند بيالي اللي تخلص من كانياس 2 ضد 3، ومحاوله بطبيعه الحال نتاع ريتيك من عند لاعبي الفي بي. فلاش ممتاز ينطلق للبومب سايت ياثر نسبيا على كيوشيما اللي مازال يحاول يغطي في الفانت، حاول البحث على رؤوس المنافسين نتاعو. بيالي من الهافن مازال قاعد يبحث يشرب بطبيعه الحال في ايجاد مواقع منافسيه، ويخير انه يذهب للخلف يسيفي اوب وام 4 للراوند القادم. مازالت امامهم الفرص الانتصار، ويخيروا انهم يلعبوا السيف استراتيجي الورقه الامنه في عله انهم بطبيعه الحال يجيبوا فرص الانتصار نتاعهم بطريقه نهائيه. على الاقل اوب ام 4 يظل جيده للغايه، خاصه بعد ما طيحوا زوز لحات من الفي بي اوب ثاني كذلك. لو حسبنا الفلوس حتى هالجيت بعد السيف اللي حكيت عنه راح يكونوا قادرين انهم يعملوا فول باي على الخمس لاعبين، يعني اللاعبين اللي عايشين ممكن يعملوا دروب بتو ام فورز، وباشا معاه راح يكون 4200، فهذا الشيء راح يساعدهم على انهم يعملوا يعني 5 ويبنز تو اوبس و 3 ام فورز، وبصراحه هذا الشيء يعني راح يصعب من مهمه انفيس، لانه الدبل اوب هي كانت جزء من الخيارات الموجوده على الفي بي عشان يوقفوا الميد بوشز او حتى الاي سبليتس اللي كانوا يعملوها، وحتى الاي بوشز كمان، كل هدول ممكن توقفهم بالدبل اوب، والدبل اوب لو الان استخدموهم صح في بي اعتقد انهم على اعتاب الفوز بهاي الماب، خاصة امام 5 اي كي 47 بغياب اوب من ايدي لاعبي الانفياس. من الصعب للاعبين الفرنسيين انهم يتوغلوا في المناطق الدفاعية للفي بي، كل شيء يبقى مربوط بطبيعة الحال باليوتيليتي اللي متوفر على ايدي كواد نتاع ابيكس ماوس نتاع ابيكس موس مش ماوس ابيكس موس. ولان الاوبن تاع باشا بيسبس ينطلق سبراي فيش من عند كيوشيما يلقى الدمج طفيف على اللعب على من عند بيالي، يلقى دمج طفيف على كيوشيما يسقط اوبن عند باشا بيسبس يتخلص من لاعب ثاني، لكن كان ياسكن فعال ويلقى الهاتشوت على باشا ابيكس والتغطيه موجود سبراي بلا عنوان عند اللاعب تاز، سقوط بهاتشوت لاعب سناكس 1 في 2 باش يحاول بطبيعه الحال اللاعب تاز انه يقلب الموازين نتاع القوى، يلقى هاتشوت على
معني على منافس فقط في الراوند الحالي، منافسين من الانفياس يقلبوا الوضع راسا على عقب، ايكو من الفي بي وممكن تعادل ما بين الفي بي والانفياس، كل شيء باش يبقى مربوط بطبيعه الحال بالراوند القادم وبالبرفورمانس نتاع الفي بي اللي باش يلعبوا حاليا ايكو راوند، على الاقل مامنين التعادل هذه حاجه واضحه، لكن يخيروا انهم يبتعدوا من ورقه الطمع بفورسد باي او سكراب باي. يعني ايش رايك في الخيار نتاع الفي بي؟ نصور اصح خيار، افضل خيار صحيح. هم الان يجب انهم يعملوا ايكو على الاقل عشان يضمنوا الفوز، هم ما بدهم يتعادل، بدهم يفوزوا، وافضل طريقه لفوزهم يعملوا ايكو هاجات بعدين يجربوا الباي الراوند الجاي. لاحظنا في الراوند الماضي انه ايبكس ما كان الانتري مان، كان كيوشيما وام بي كي، ايبكس كان الباك ستابر اللي اجى من بعد ما روتيشن تحركت من البي للاي، دخل هو من البي من السيتي تبعت البي وجاب تو كيلز من ورا، يعني جاب كيل على اللاعب اللي كان في ترك اعتقد نيو كان بالاوب، ولاعب كان بحاول يعمل ريتيك بعديها كان تاز. ف كيني اس صار الانتري وايبك صار اللوركر وهابي صار يدخل مع الفريق عادة بدل ما يضل اخر لاعب كلوتشر. يعني بطبيعه الحال التقسيم هذايا واعاده تفريق الادوار طافي علي للانسف امباكت للاعبي الانفياس، كيف ما نلاحظوا مداخله من عند ان بي كي تمكنوا من التخلص من اللاعب باشا بيسبس، لاعبين من الفي بي على قيد الحياه باش يحاولوا انهم على الاقل يضروا باقتصاد لاعبي الفي بي، اذا كان يخلطوا يتخلصوا بطبيعه الحال من الاوب اللي على ايدي كانياس باش تكون بطبيعه الحال عمليه ناجحه لغايه لاعبي الفي بي، لكن سوء حظهم ما لقاش الفاير باور الكافي باش يتمكنوا من ايجاد الاوبجيكتيف هذا، و15 14 اخر راوند حاليا اما الانتصار او التعادل والمرور الى الاوفر تايم ما بين الانفياس والفي بي. يعني في هذا الراوند في الراوند الماضي يعني ام بي اس عملوا حركه ذكيه انهم دخلوا مع بعض صحيح على السايت، لكن استخدموا مولوتوفز على ثلاث او اربع تشوك بوينتس من ممكن يكونوا يبينوا لك انه في ستاك، يعني الاماكن اللي بتقدر تعملها مولوتوف في الاي سايت اكثر من اللي بتقدر تعملها في البي سايت، وهذا الشيء اللي استفادوا منه وحصلوا على الاي سايت فور فري كان ميتها. الان بيالي حاول يعمل شيء تريد جيد صحيح، حاول يعمل اشي اجريسيف في الاي سايت، ولكن التريد كان في صالح التيز، ولكن سناكس دخل من وراهم وحصل على ادفانتج الباك ستاب سبايل هوني من عند باشا يعطيه الهيد شوت على ان بي كي. يعني المهم والمفيد انه بيالي في موقعه تمكن من ايجاد الهيد شوت على كانياس، وموت كانياس يعني ضربه قويه للغايه على فريق الانفياس، انما حاله اعاده تعديل موازين القوى من عند هابي ونيو في اجابه فوريه يتخلص من هابي وما يترك كيوشيما اللي باش يحاول يكلوتشي امام ثلاثه من منافسيه. بليف ان كيوشيما يقول لك مشجع الانفياس نو كرويون ان كيوشيما، نقولها بالفرنسيه اذا كان بطبيعه الحال فهم مشجعين للانفياس فرنسيين، وباش يحاول يقفل من ثلاثه من منافسيه في مداخله على البوم سايت اي. هل مداخلته على البوم سايت اي احسن حل ممكن احمد؟ بوجود لاعب فقط في الاي سايت واللاعبين واحد في الميد واحد في البي صحيح هي افضل خيار، ولكن تاز له الادفانتيجز بوزيشن لو كيوشيما دخل بووكينج بدل ما يدخل بساوند، لانه وانت ماشي ببطء في ادفانتج للمعال بيك، وهذا فعلا اللي صار تاز وهذا اللي صار تاج صحيح بالضبط، تاج يلقى هات شوت في وقت على كيوشيما ويأمن انتصار صعب للغايه لصالح الفي بي وانتصار اول الفي بي في الايام كاتوفيتشي. تاز ممتاز على الاخر المباراه ومتوازنه في مستوى متقارب للغايه، يعني رينا وجه اخر تقريبا للمباراة الحالية. بطبيعة الحال في بي بعد القليل من الثروز والأخطاء التكتيكية وأخطاء التمركز يتمكنوا أنهم يأمنوا المباراة هذه لأنفسهم. شنو رأيك في البرفورمانس بتاع الفي بي إذا كان قارنوهم مباراتهم السابقة على مستوى أوفر باس؟ في مباراتهم السابقة كان التيم وورك يعني شبه مش موجود، والسكيلز تبعت اللاعبين كاندفجوالز يعني كافراد ما كان موجود، لكن في الماب هاي بنلاحظ العكس تماما، حتى انه كل فريق بيعطي كل لاعب في الفريق بيعطي كلاعب في الفريق وليس فقط كلاعب لوحده. البوشز اللي كانت تصير بين اللاعبين بترتيب بفلاش بسموك مش زي اللي لاحظناه قبل شويه، عكس اللي لاحظناه عفوا في مباراه استراليس، وهذا الاشي بالذات مع وجود بيالي اون فاير وباشا بمستوى عالي، هذا الاشي اعطاهم 16 14 بجداره على الرغم من محاولات الام في اس اللي كانت يعني ليست خجوله لكن كانت قويه، وفي اخر راوند فشلوا فينهم يجيبوا التعادل. ويعني بطبيعه الحال انتهاء المباراه حاليا تخلينا في الانتظار مباراه قادمه بين الام في اس والفيس كلان بعد تقريبا اي تي اي متاع 20 دقيقة، مباراة اللي ممكن تكون مشوقة خاصة انه الفيس كلان قاعد يحاول يصعد خاصة بالروستر القديم اللي كان على الجي تي، ونذكر وجود لاعب مايكل اللي على سبيل المثال لاعب النجم كواد متاع الفيس. شنو انتظاراتك للمباراة هذيا؟
فريق فيز الآن في تقدم كويس، يعني في تقدم على المستوى كفريق وليس فقط كأفرادهم، كأفراد يعني خارقين للعادة، ولكن كفريق الآن في تقدم جيد في مستواهم. فأتوقع ام بي اس بعد خسارة المباراتين لازم يكون الآن غاضب وبده يعوض، عشان لو خسر المباراة الثالثة راح يكون يعني اوفيشلي اوت. فعشان هيك راح نلاقي مباراة قوية بين فيز الفريق الصاعد وام بي اس كفريق يعني مخضرم وقوي لكن خسر المباراة. بالضبط، ويعني هذا يخلينا إلا في انتظار المباراة ما بين الانفياس والفيس كلان. بطبيعة الحال ما تحركوش، ذكروا باش تضغطوا على الفولو بطن يدخلكم في الـ 1000 فولورز جيفواي للهانتسمان كريمسون ويب فيل تيستد لأي واحد فيكم لم يكون منتصر بها. ما تنسيوش أنه عرب إي سبورتس على الشانل الحالي هو القناة الوحيدة على مستوى twitch.tv في العالم العربي اللي تمكنكم من مشاهدة المباريات المحترفة لكاونتر سترايك عن قريب، ليج اوف ليجندز ودوتا 2 بنوكها عربية إسرائيلية وفلسطينية. ما تنسيوش باش تشجعونا وتكونوا واقفين معنا باش نحسنوا لكم المحتوى نتاعنا ونكثروا لكم في الديسيبلينز نتاع الاي سبورتس اللي نقدموا فيها انا واحمد اي ام 27 خاصة في ستريمينج. نرجع لكم بعد اقل من 20 دقيقة.